أهلا بكم من جديد. أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش قائمة ناديه التي تستعد لمواجهة الأهلي المقرر لها 8 مساء غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 19 للدوري. وضمت القائمة 18 لاعبا هم محمد بسام ومحمود شكري وأحمد فوزي وعاصم صلاح وخالد سطوحي وعلي الفيل ومحمد طارق ومحمود البدري وعبد العزيز توفيق وفرانك وحسن أساسة وعلي الزهيدي وعمرو إسلام وإسلام جمال وصلاح أمين ووائل فراج ومحمد أشرف ومحمد ناصر. أعلن نادي وادي دجلة تعاقده مع التوجولي ريتشارد بورو لمدة موسمين ونصف خلال الفترة الانتقالية الشتوية الحالية. وحضر التوقيع علاء نور رئيس شركة الكرة بوادي دجلة ووكيل أعمال اللاعب. ووقع ريتشارد على عقد لمدة موسمين ونصف وحصل النادي على البطاقة الدولية. جاء التعاقد مع اللاعب التوجولي بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة طارق العشري. رفض الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني عرضاً لمواجهة باراغواي في شهر مايو أو يونيو المقبل في إطار الاستعداد للمونديال بروسيا. وتمسك كوبر بمواجهة أحد منتخبي كولومبيا أو تشيلي، خاصة أن أداء المنتخبين قريباً بشكل كبير من أداء منتخب أرجواي والذي سيواجهه المنتخب في افتتاح مباريات الفريقين بالمونديال.